وبسم الله بدينا وعني بيصلينا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء النور، مساء البهجة والسرور. نعرف روحي مخلطتش باش نعديكم فيديو من الصباح. اليوم فيديو من قلب المرمى يا البنات، ان شاء الله يا ربي يجعلها عتبه مبروكه سعيده. واليوم فاجئتني جارتنا، ربي يبارك لها. باش نحكي لكم الحكايه. انا ما كنتش لاهيه باش نطيب العصيده. علاش؟ خاطر انا من 6 نتاع الصباح نفيق نهبط للمرمى نقعد فيها نهار كامل حتى للعشيه للمغرب. يعني ما عنديش وقت باش اصلا نبدا مهدود، روح نجست ندوش ونرقد نتعب. الحمد لله الحمد لله، كي نشوفه وصلت ونشوف الحمد لله والشكر لله، قاعده نقدم وبرشا ان شاء الله مفاجات تشوفوها. نقول يا ربي ولك الحمد والشكر. مثال تضحياتي كلها صدقوني، نهار اللي نشوف حاجه تعملت نقول ننسى التعب نتاع كل شيء. عاد جارتنا صابره سالتني نحكي انا وياها، فاتني باش تعملي العصيده. الناس الكل تكلم فيها، كل واحد يقول لي نعمل معاك، ولك انا سناء نحب نتولها. مش سناء نحب نتولها، سناء عندي مرمى ضروريه. تتعرفوا علاش ضروريه؟ لازمني على الاخر على الاخر على الاخر نكون واقفه ونكون حاضر، لانه ما عادش ليا ما تزرب فيه. هذه حاجه. فالحقيقه ما كنتش باش نعمل العصيده، سبحان الله. انا هكاك صبره جاتني قالت لي فات ان انا باش نعمل العصيده، وانت مسكينه كل عام تسمعوها في الفيديو، كل عام تصوري وكل عام تحضري عصيده زقوق وما تقطعيش العاده. ما عنديش وقت باش حتى نصور مع الجماعه ومع العائله والكل. فقالت لي هي سناء عملي في عتبتك، عتبه الدار ان شاء الله مبروكه سعيده. فجت الفكره، ربي يبارك لها وربي ينورها، وهي خطوه وتبش خطوه بحذينا وكل شيء خطوه بحذ الدار. فحبينا نفولوا فيه الخير وان شاء الله يجعلها مبروكه سعيده، وان شاء الله يكون فيها كان كل خير، وان شاء الله مولد نبوي شريف على الامه الاسلاميه الكل، والصلاه والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. وان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير ومجموعين في الخير. ونخليكم على الفيديو وان شاء الله تقبلوه مني، وان شاء الله كل عام وانتم بالف الف خير. وجهي تعب برشا، مش عارفه روحي كيفاش طالعه، جست وين الدروج انا قاعده نصور لكم. الحماميه توت كثير، العصافر، الاجواء هذيك، كل حالتي تكرب حوايجي ما نحكي لكمش. السرادك هاي تعوش العشيه. الحمد لله على كل حال، ربي يبارك للناس الكل، ياخذ بخاطر الناس الكل اللي واقفه معايا واللي تدعي لي واللي بامانه لله الحمد والشكر. الحمد لله يا ربي يجعلنا مقبولين عند ربي وعباده. الحمد لله معناتها احبابي اكثر من الحاجات الاخرى. المهم نخليكم مع الفيديو، ان شاء الله فرجه ممتعه للناس كلها، وكل عام وانتم حيين بالف خير ومجموعين في الخير، وان شاء الله مولد نبوي شريف مبروك عليكم وعلى عائلاتكم ووليداتكم، وسنه دراسيه ان شاء الله تبدا لكم بالفرح والسرور. هكا جت مع المولد، ان شاء الله عام مبروك سعيد على الناس الكل. كباين بين العصيده والغاز. العصيده والغاز وخري بيهم صوريني انتي صبرة. وش قلتي يا صبرة كبيرة؟ والله تعرف ذكرتك عملوه فاش تصور وتزين وتجري وتدني. قلت مسكينة. قلت انا شارية، علاش هي في المرمى نعملها جو منها مرمى وتعب وشاق يا الاخرانة. الله ينورك الله يبارك لك. وش من داري وش من دارك انت؟ الله ينورك يا صبرة. بالعكس الاخر تعاوني ونعاونوا بعضنا. ربي يبارك لك ان شاء الله يطيح فينا ديما من خير منه. والله جد. وعلى فكرة انا راني ما نطيبش. طيبهاش تورك ما نطيبهاش في العاده، ما نطيبهاش ما نلقاش وقت. تركت ولدها نزل يدور شوي في الجامع ونزل دار عمي كان بعلى يرقد بعلى يتعشى ويتفرج. راهو عندنا اجواء المولد، عندنا اجواء اجواء في المولد. احنا من العاده نطيبها كان في الليل، بس عليها بالي بالقدا بالقدا، خاصه قدر يوسف راقد يعني صور كان قدر يوسف راقد. تشوفي فيا تو انا نتكلم حسيبي. المهم البنات هاي جابتها ان شاء الله عتبه مبروكه سعيده. بوصياتنا ليوسف باش ما يمس حتى شيء، واليوم نعدل فيديو من المرمى. اليوم جده صحيح يا البنات باش ندشنوا المرمى باش نوح بال ما صحيح ما كان بالكبيرة
نعملوا عصير الزقوقو وهيكم، وان شاء الله مبروك سعيد علينا والف صلاه وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. قول عليك افضل الصلاه والسلام يا رسول الله. هاي قول عليها افضل الصلاه والسلام. صحي تعيش ولدي. بسم الله كالعادة البنات ولا يقطع لنا عادة. هذه عصيدتنا، عصيدة بلقايد حسين، هذه عصيدة زقوق مصفي عجينة. توا باش نتبعوا الرسات كيما يعملوه. بسم الله أول حاجة تبارك الرحمن. تبارك الرحمن. عندنا هنا رطل العصيدة، رطل الزقوق. هذا الزقوق. الزقوق الزقوق باش نحلوه في الماء. بسم الله هنا عندنا إطرة ونص ماء اهو. انا راني نعمل مصافي باش نكمل نخلط الحكه. بسم الله بسم الله بدينا وعني بيصلينا. قولي وعني بيصلينا. الف صلاه وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. بي هو قال لك رطل زقوقو عليه زوزيتر وماء، حتى زوزيتر ونص. هاي تعيش ولدي. صبوها هنا. بسم الله. هاك زوزيتر وبعدين نتحكموا فيها برا حتى يديا هاولي يتمسك بالزقوقو. انا راه عشقي الزقوقو ونحبه بشيء راكم تعرفوه. حتى من غير طافي صابره، حتى من غير مولد نحبها عصير الزقوقو. نشروح نعمل عصير. اي نعمل عصير الزقوقو. تشريها غرت انت زقوق. اي اول ما طلع هذاك وانا ما زلت وقتها نقرا في الزقوق. لا لا ما تعملش بها هذيك، هذيك ما تعملش بها. لا خلنا نحرك انا كي كان حلها الساعه ومن بعد انت عاوني. تو انا نحل. تو شكون يحل؟ الكبير. لا لا ما يطيحش الماء. خلط الحصير والبنات العصيدة الزقوقو هنا اهو. انت هذا باش نعملوا له رحيه البنات في حطينا العصيد باش نصفوها. راهو يا البنات هو يرقد في الليل دي في الجامع يفشي من طيب انا راح هاتي دي. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن على حنة صابرة. دوري في الحرقوس صابرة. ان شاء الله ربي يحن علينا للمولد. هذا ما اجواء المولد. ها في المولد ديما صابرة تعمل لنا الحنة. هيا سيدي ان شاء الله ربي يحن عليك. ان شاء الله صحه وفرحه لاختي. هكا نمشي تشوف فيها صابره خاطرنا يعني نشوف الحنه. ان شاء الله ربي يحن عليك يا صابره. قلت لكم البنات تو باش نحلها انا. اول حكاري حكاري اطره ونص. هنا قاعدين نحلوا في الفاكهه. هذه الفستق، هذه صابره ثاني ربو نتاعك اهو البنات. شوفوا كيف ولدي نخلطوا بالبدا ونحلوه. راه هذا البنات تو باش نعطيه رحيه. حليته بالماء باش نعطيه رحيه. اها شو السمح؟ هاي البنات اللوز هنا اللوز العشاق هذايا ما شاء الله. تعرفوا الكعبة كبيرة وحتى صوم وصبرة أرخص من السوق في بالك ولا لا؟ تعرفي في السوق بقداش قالي 100 غرام 3535 عند الطفلة ب 27 2700 فرجة ما تمسش. مية وبالك تمس. هيا الربوع عشقتي. باهي هنا هنا البنات هاني نحل في الزقوق وفي الماء. هاتي جيب برك يعرفوا الصغار. صابره محسوم. لا 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 مخطف تراها يوسف عاش ولدتي. تقول بز بز نروحو جي اكثر الماء. يعكز الماء مشكل. نبقوا نصفوا كي كان نهزوا الزقوق وكل ايترو نص فيلا وبعدين باش نزيد. راه شفتي حاجه تو نحط لك
ومن بعد نولي نزيد الماء مع الفرينه، خاطر الفرينه باش تحلها في الماء. هات يوسف، هات حاجه. باش ارحيلي صابر انت، هاي في انتظار صبرة ترحيل. خلط هذايا. الرحيان متاع الزبوب توا باش نصب الرحيانيه. هاهو شفتو ديجا خطرة هذايا مصفى، وراه كيكا تنصفيه. راه توا باش نهز الفرينه، اعطيني صبر الفرينه عش اختي، سامحيني اعطيني باكو الفرينه. استنيني نحنا شفتو هو اش قالك، هو انا تبع السطل، راه قالك السطل بين 200 من 350 حتى 400 غرام فرين. انا اش نعمل 350. بدا يعودوا يحطوا لنا في الباك والوزن، خاطر ساعات يبدا ما عنديش ميزان كيف ناتو فمرمه. ما عنديش الميزان. واش قالك صاب نوزن بعيني وعينك ميزانك. لا لا استني فيك يا صبره باش نصور يديتك محنيه وتضحك. هنا تقريبا باش نزيد شوي خاطر انا نشوف الباك. شفت الباك مزيان الشطر باش هذايا. لا هذايا راهو كيلو، واه كيلو كهو. بسم الله كيلو نحط هنا ونحط الماء. هاتي صبر الماء توا اكل الدبوزه. اي ديما نستعمل ما صافي راهو انا في العصيده. كل واحد شنو يحب، كل مقدير وقدره. اولا ثانيا هذه باش نوصلها هنا ما. باش نحل بها هذيا وهي باش نعاود تركض لي صابره تو ترحي لي صابره. هي صابره باش نعاود البنات نحطوها في الميكسر تو. هذه حطي الكيكه صح. ماما وانا حطيت الماء الاول هي يرحي. صابره هي اللي طيبت لنا الكسكسي اليوم. ها وينه كسكسي بالفول الاخضر، الفول الطيبه وحده والكسكسي الطيبه. الصحه يا صابر، صحه بدنك. هيك حركي صابره كنت تحبي حركي باش ها تو باش نصفى. يعني انا وصابره تو صفيت. شفتي كي نصفيه تخرج
هذه من بعد نعمل لها تصفيه اخرى كزقوق، هذا كنعمل لها تصفيه اخرى، تصفيه في الهدايا. خرج لك هنا اي كركوبه اي حاجه تخرج لك. بسم الله دقتني الوحده، خليني توا صبرا نقول لك باش نعاود. لحظه برك توا باش نعاود نصفي كل تصفيه اخرى. شفتي هنا وين تصفيها؟ راهي العصيده. لا لا خلنا نقلب ونصفي هنا، يعني نحط مش مصفي هنا. بسم الله ان شاء الله معاون، ان شاء الله مبروكه سعيده. ردي بالك يا صابر صابر مش متعوده بالسيبور، وانا مستنسه صور معاها من غير سيبور. فبالسيبور تحس. اعطينا حتى ذيك صابره لينوكس ايه نصبوا فيها هنا. بسم الله يهبط لك مصفي تبارك الرحمن. ماشي زقوق وقعدت لا لا هذا نقول لك كيف شي ريتي كي نصفيها بالطريقه هذيك، هذيك ما حشتيش بيه، هذاك معناتها متاكد ما هوش مصفي. صاي الوحده نتاعي ردي بالك صابره الرجل نتاع السيبوت مرشطه صابره ردي بالك الرجل نتاع السيبوت. حسيب الفرينه حطيت من 350 ل 400، انتم ما تحبوها كي تحبوها وحطها 400 حنا نحط 350. هي لازمني نحيها خاطر فيها الزقوق لقدي، لازمني نمسحها اصلا هي ما فيهاش حاجه. ها فيهاش حاجه على الغاز الصغير، هي غاز نظيف، هي بنتها على الغاز الصغير راه ان شاء الله معومه. ونحرك حركوا 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 ونحطها على الغاز توا تسيب. هيا صبرا حطي ذيك توا يعني الفاكية نتاع نتاع العصيدة نعرجوها نحنا بطبيعتنا. الفاكهة اللي باش نستحقولها واللي حتى باش تبقى بعدين عادي باش ما تعملش نقولوا نحنا الصن تنديش باش ما تنديش. ها وهنا عندنا الفستق، ومن بعد تو نحنا الابيض هذايا نهروشوه والفستق نهروشوه ونزينو بيه. تو تشوفوا طريقة الزينة، هو مش تو تو جوست نورو العصيدة وكهو. هذايا اللوز العشاق، حطي حطي في يدك الصبرة اللوز. صبرا قالت لي استني شوفي انا يدي بالزقوق، شوفوا الكعبة ما شاء الله. تو باش نحط العصيدة وهنا عندنا زينة الزمن الجميل البنات ريتو ها هاي هذه هي زينة الزمن الجميل تاع المولد، تاع المولد النبوي الشريف. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير ان شاء الله ان شاء الله سنين دايما. نقول لكم حاجه البنات، شوفوا انا السنه قلت مانيش باش نعملها خاطر ورايا برشا حاجات. جت صابره قالت لي فاتن باش نعمل معاك في دارك وان شاء الله عقبه مبروكه ويكثر خيرها، وجابت دبش وقالت لي باش نعملو خاطر نحكي انا وياه. قلت لها راني مانيش لاهيه ولاهيه بالمرمه، ونبدا بنهاري من 6 تاع الصباح في المرمه حتى لاخر الليل، والله نص نرجع بعد كلها ركده، يعني انا اخر وحده نرقد ولله الحمد والشكر واول وحده نفيق. المهم برشا ضغط ليا متى عاد صابره قالت لي والله لا فات تو نعملوها. قالت لي انت نعرفك تحبي العصيده وتصوري وكذا هكا هو هي جت وربي يبارك لها ان شاء الله وياخذ بخاطرها. ان شاء الله كل عام انت حي بخير يا صابره ان شاء الله ينورك. هاي خل حطوها توا البنات تسيب اهي الحمد لله ان شاء الله ونمشي نلقى ناسي واهلي. ان شاء الله ونمشي نلقى ناسي واهلي. ديما نحب نعمل لكم حاجات جديده ونعدي الميساجات هذوما خاطر والله لا كان لا في علمي لا في دراي. قلت لكم من الصباح للي خاطر برشا ضغط وتعرفوا علاش انا قاعده نزرب وكل شيء معناتها ان شاء الله في القريب العاجل. ودعوا لي برك ادعوا لي ربي يسهل خاطر انا في المراحل الصحيحه كل شيء باش نعدوه لكم. مرسي صبره على الكرسي. هاتي صبره تو البريكي وتو باش نبدا نقعد وندور نقعد وندور حتى نحضروا السكر. هاكم معانا كباين بين العصيده والغاز. اها العصيده والغاز وخري بيهم صار. صوريني انت صبره واش قلتي يا صبره كبيره؟ والله تعرف ذكرتك عملوه فاش تصور وتزين وتجري بالدنيا قلت ولات قلت ناشاريه
علاش هي في المرام نعملها جو منها مرام وتعب وشي قال اخرانا. الله ينورك الله يبارك لك. وش من داري وش من دارك انت. الله ينورك يا صاحبي. بالعكس الاخر تعاوني ونعاونوا بعض. ربي يبارك لك ان شاء الله يطيب فينا ديما ما خير منه والله جد. وعلى فكره انا راني ما نطيبش. طيبهاش تصور ما نطيبهاش في العاده ما نطيبهاش ما نلقاش وقت. ولدها نزلوا يدور شوي في الجامع ونزل دار عمي كان بعلى يرقد بعلى يتعشى ويتفرج. راهو عندنا اجواء المولد عندنا اجواء اجواء في المولد احنا. نعم العاده نطيبها كان في الليل بس عليها بالي بالقدا بالقدا. خاصة قدر يوسف راقد. قاعد يصور. كان قدر يوسف راقد. تشوفي فيا تو انا نتكلم. حسي المهم البنات هاي جابتها ان شاء الله عطله مبروكه سهله. قرب يديك صبر هكي. مرجتها صبر على يديها صبر قرب يديك تضحك. هاي الحنة ربي حنة علينا وعليكم اجمعين. ها طيرت البريكيه ياخذ بخاطرك يا صابر عايش. البنات هاي عصيدتنا تحرك فيها صابر. والكسكسي هاو كسكسي هاو كسكسي المولد توا البنات باش نصب السكر بما انه ما عنديش الميزان. بسم الله الرحمن الرحيم يجعلها مبروكه سعيد. شوفي اللون كيفاش بدل صابر ان شاء الله مبروكه سعيد. ها ونحرك صب السكر ونحرك واللي يحب على حلاوه اكثر يزيد. ها وين حركي صابره كيكه. انا راني نصور توا في ايد صابره خاطر انا من بعد اي من بعد انا باش نكمل. تتحلي يا ريب السكر اي اي تفرجوا لي على سطل الحكايه نتاع السكر. هذا يا سطل السكر حكايه حلاوه اخرى. صابر او هنا صحافي صابر هاي جات لنا الصحافي والاكواب. هام صحافي هذوما ما حلاهم هذوما صبره تبع سيرفيس هذايا كامل عندك اي 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 ربي يبارك لها ان شاء الله جانا الخير والخمير. يا صديقاتي يا سيختها شوفوا البنات نعرفوها بالصحفة بالصحفة. ها صافا هاي صابرة هاي نهبطوها شوفوا ما شاء الله جت لونها تبارك الله غليان هاي جت مطابرة اي جتنا ما شاء الله لا فيها كبيرة لا فيها حتى شيء. ها صابرة ها شفتوا في الصحف اي تبدا تري وما شاء الله عصيدتنا البنات شفتوا عصيدة فاتن صابرة. العصيدة 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 صابر عصيدة ثابت نعم بوزينك عصيدة ثابت. لا لا ما قلتش باش نشوف بركة ما قلتش باش نقعد هذه سخونة تحرك. عايش كي يوسف ام الصحافي هنا تو باش نحطوها نخلوها الغدوة ان شاء عليكم فيديو هذا وغدوة في الزينة تو نصور لكم. هاي نصور لا اللون نتاعها قولوا والله واحد شلون شلون لونها اسود اي ماشي عسل مش اسود 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 لا لا مش اسود 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 ما عرفش يسموه اللون هذا بلي يقولوا لنا البنات شنو اللون هذا اسود تمام ها قالت امها اسود كهو ثقه في الام شفتوا برقرب يا قالت يا فتنه يا بدنا نحصل لقطه الصوري يا اخي جيت نجري يعني ما زلت مش عارف ها ها الحمد لله ايه طيبت لنا اليوم قصصي الموت هاي قول ما شاء الله هاي صحيت ولدي قول ما شاء الله ها قصتي ما شاء الله قول انت هيا يا يوسف قول صحيح فيديو بشوف ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله
هذا بعد يتزين بي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذا كسكسي بالفول، هذا كسكسي تاع المولد النبوي الشريف، عاداتنا وتقاليدنا. بسم الله عليك صابر والسلام والعافية. خمسة وخميس عليك صابر.